احكام عسكريه بتيجي على الناس المدنيين، ناس مدنيين بيتحكموا عسكريا، واللي قتل الناس المدنيين بيتحكموا مدنيا. المفروض اللي هم اللي قتلوا دول، اللي قتلوا المتظاهرين في السويس وفي القاهره وفي كل مكان، هم ده اللي يتحكموا عسكريا. ده اللي يرضي الشعب، ده اللي يرضي ميدان التحرير، ان الناس دي تتحاكم عسكريا اللي قتلوا المتظاهرين. وعايز اوصل رساله، عايز اوصل رساله لجميع القيادات اللي في مصر، اذا كانت سياسيه، عسكريه، اعلانيه، اي قياده في مصر موجوده في مصر بتدرس اي منصب، اوصلها رساله صغيره جدا ان الشعب المصري، شباب شعب مصر، على قدر كافي جدا من الفهم والعقلانيه والوعي، ولا يستحال الاستخفاء فيه. دي اول نقطه. ثاني نقطه، الشعب المصري، شباب الشعب المصري مش هيسكتوا الا في حاله واحده بس، وهي القصاص. يوليو ومعتصمين الى ان تتم النتائج النهائيه ولمتطلبات الثوره والحفاظ على مكتسباتها وسرعه المحاكمه للمتهمين والفاسدين اللي نهبوا اموال البلد ونهبوا اموال الدوله وشردوا الشباب ونشروا وانتشروا الوباء في جميع والامراض في جميع المواد والمزارع الحيويه للبلاد. ولذلك احنا معتصمين معاهم الى ان تتم النتائج النهائيه من قبل المشير طنطاوي بالحفاظ على امن وامان البلد والحفاظ على مكتسبات ونتائج الثوره. وان لم يستطع بذلك، وانا اقول مشير طنطاوي كما تضامنت مع الثوره في بدايتها، فعليك ان تتضامن معهم حتى تتم النتائج النهائيه. وان لم تستطع ذلك فعليك بالاستقاله فورا للحفاظ على الوطن. ادي هنا الثوره حصلت عشان ايه؟ تغيير نظام، مش تغيير افراد. افراد واحد هيروح واحد هيجي، وهو القانون اللي هو اهو انت اهو. انا السيد اسامه العجب، هذا الرجل اخذ مني 8000 جنيه في هيئه الاسكان فوائد. انت مش قادر تدفع اي، ما اقدرش ادفع الايجار. انا بعلم عيالي، باكلهم، بطلعهم مواطنين صالحين. بتكلم كام العيل في البلد دي؟ هنا الناس اخد بالها مش اخد بالها. في هنا قوانين في البلد بتضيع كل حاجه. رئيس راح، رئيس هيجي.